كنديروا واحد الوقفه احتجاجيه على الطريق المؤديه للسعاده جوج شليحات المسمات بشليحات على مستوى طريق 3014 المؤديه الى الحي الصناعي جامعه ولاد عزوز. طريق ولات يعني في حاله كارثيه بشتى المقاييس بمعنى الكلمه. هذه المسائل هذه احنا كان عندنا عده لقاءات مع السيد الرئيس ديال جامعه ولاد عزوز واللي هو كيقول بالحرف ان الطريق مؤديه للشليحات والمؤديه لفضاءات السعاده انها دازت في الدوره ودازت في الدراسه ودازت يعني وتبرمجت انها غدا تصيب. فاذا بنا كنتفاجئوا انها قال لنا من يعني الماكسيموم ديالها من الاول ديال 2019 حتى الاخر 2019 غدا تصيب الطريق بمعنى انها خرج لها الميزانيه ديالها. فكنتفاجئوا ان الطريق حنا دابا في 2021 ما تصيبات، بالعكس من صبات امطار الخير زادت كارثه على كارثه. كيتضروا يعني المهنيين، السيارات ديالهم كيتهرسوا، المواطنين الساكنه كذلك ما لقاوش واحد الاريحيه يعني باش يلقاو الطاكسي باش نديروا لهم فك العزله. كيضطر ان سائق سياره الاجره انه كيرفض باش يوصل الكليان للشليحات، باش يوصلوا لفضاءات السعاده، باش يوصلوا لمقر السكنه ديالو. كيقول لي لا سيدي ما غنطلعش، طريق تماك راه خايبه، طريق راه خاسره. فاحنا هنايا كناشدوا صاحب جلاله هو الاول قائد البلاد، وكذلك كناشدوا السيد العامل ممثل صاحب جلاله باقليم النواصر انه يتدخل ويضرب بيد من حديد، لان جميع الظروف القانونيه دازت منا هذيك الطريق. علاش ما تصايباتش؟ هذا هو السؤال الغير مفهوم. حنا هنايا ما غاديش نتنازلوا على الحقوق ديالنا حتى يكون واحد الاجتماع رسمي وبمحاضر موثقه وبوعود اللي هي كتابيه وقتاش غادي يدار هذيك الطريق. الا ما كانش هذا الشيء حنا راه غادي نبقاو معتصمين وغادي نبقاو سيدي ما نخدموش وما نهزوش السكينه حتى يديروا لها حل. والسكينه ذنوبهم على المسؤولين، السكينه والمهنيين ذنوبهم على المسؤولين. اليوم جينا مع الاخوان ديالنا اللي دايرين هذه الوقفه على حساب هذه الطريق هذه اللي هي الصراحه طريق كارثيه. العدد كبير من الاخوان ديالنا اللي تعاني في هذه الطريق هذه، بخصوص ان خدينا الدعم ديال سيارات الاجره، يعني السيارات كلهم جداد ما يمكنش اننا نشتغلوا في ظروف اللي هي غير مواتيه للسائق المهني. قمنا دابا مده ديال 4 سنين أو 5 سنوات تنقوموا بمراسلات كثيره للناس المسؤولين على هذه المنطقه ديالنا، جميع الناس المسؤولين كل واحد من المنصب ديالو، لكن ما تناخذوا غير الوعود الكاذبه. وفي كل مره تنديروا مراسله تيجيبوا لنا واحد كما تنقولوا تيديروا لنا حلول ترقيعيه، تيجيب واحد شويه ديال التوفنه رمله ما هو تا كياس ولا كما تنقولوا بالدارجه، تيلوحوا لنا شويه التوفنه تمايا، تندوزوا زوج خطرات ثلاثه تتحيد داك الشيء. السيارات ديال الاخوان ديالنا كلها كلات العصا، يعني اصبحت عدد كبير من السيارات ما عندها العام ولات متهالكه. الاخوان تضطروا انهم يديروا الطريق طويله باش يوصلوا للساكنه للمنطقه ديالهم والمساكن ديالهم، لكن في هذا الحل كاين زياده في التسعيره، والمواطنين راهم تيعانيو كذلك من الزياده في التسعيره. وهذه الزياده في التسعيره اللي حاليا تنعيشوا هذه الظرفيه ديال كورونا، يعني المواطن واكل العصا، المواطن واكل العصا. اليوم تنقولوا لهاد المسؤولين، إذا كان سيدنا الله ينصرو في الخطابات ديالو تيهضر على الإدارة، تيقول لك لا إدارة بدون مواطن، إذا كان سيدنا الله ينصرو تيقول لك اليوم إما أن نكون أو لا نكون، إذا كان سيدنا الله ينصرو تيقول لك كيف يعقل أن واحد المسؤول غادي في السيارة ديالو وتيوقف في الضوء الأحمر وتيشوف الطريق اللي هو مسؤول عليه كلها في حالة مزرية، يعني في حالة يرتى لها وما تيحركش ساكنا. إذا اليوم تنقولوا خذوا بالخطابات ديال سيدنا الله ينصرو، خذوا بالخطابات ديال سيدنا الله ينصرو، راه لا يمكن أن سيدنا الله ينصرو يجي هو يوقف على هاد المسائل. كل واحد خصو يوقف على القانون ديالو، يوقف على المنصب ديالو ويؤدي الواجب ديالو. ما حدو تيتخلص، خصو يؤدي الواجب ديالو.